انطلقت اليوم رسميا نشاطات جمعية النهضة لمساعدة وتوعية المزارعين في المجالات الزراعية المختلفة، وذلك في مناسبة ترأسها الأمين العام لوزارة الزراعة والإنتاج والمعدات الزراعية تيجاني كويبرو بحضور عدد من الشخصيات، كان ذلك بفندق لا ريزيدانس. محمد ياسين عبد الرحمن. معا من أجل مكافحة النقص الغذائي في تشاد، هذا هو الشعار الذي رفعته جمعية النهضة لمساعدة وتوعية المزارعين، شعار جسدته على الواقع العملي بزراعة 40 هكتار من الغلال بضواحي مدينة أنجمينا. خلال حفل الانطلاقة الرسمية لأنشطتها التنموية، فقد تم تنصيب أعضاء مكتب الجمعية رسميا من قبل ممثل وزير الزراعة تيجاني كويبرو. عقب ذلك فقد تناولت ناصية الحديث رئيسة الجمعية شونا إدريس ديبيتنو، والتي ذكرت أهداف جمعيتها المتمثلة في توعية المنتجين الزراعيين وتقديم الدعم الفني واللوجستي لهم، إضافة إلى تشجيع المؤسسات والجمعيات الزراعية في كافة ربوع البلاد. هذه الجمعية أهدافها تصب وتوافق أهداف الأهداف والأولويات التي وضعتها جمهورية تشاد من أجل التنمية الزراعية والتنمية بصفة عامة. إن جمعية النهضة لمساعدة وتوعية المزارعين تعد إضافة حقيقية لمرافقة الحكومة عبر وزارة الزراعة وهيئاتها المختلفة من أجل تحقيق الخطط والاستراتيجيات الوطنية حول التنمية الزراعية والرعوية للبلاد.